مساكم الله بالخير، مؤمل يرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الصراحة راحة. واجبات الأم والأب اتجاه الأولاد معروفة، توزيع المسؤوليات محل نقاش، والسؤال من اللي يساعد أولادك في واجبات المدرسة؟ أنت لو أمهم وليش؟ الأم ليش؟ الأم هي أكثر، يعني هي تكون الأقرب إلى له إلى الأولاد، يعني من يعني طبيعة الأم تكون اللي هو هذا يعني حنونة وما أدري شلون. يعني إحنا طبيعتنا إحنا مثلاً رجال نشتغل نروح الشغل نرجع من الشغل، فما يصير عندنا وقت يعني ولا شيء. يعني الأب مو قريب لأولاده؟ لا قريب لأولاده، بس يعني الأم إذا هي تكون موجودة في البيت أكثر من الرجل. يعني إذا ليش أنت ما تدرس؟ بس لأن ما عندي طولة بال. ما تستحمل يعني؟ ما استحمل. تحمل؟ يعني احمق بسرعة ممكن مثلا، والله هذا كذي ساعدهم. اي نعم. الأم ما تدرسهم يعني؟ اي يدرسونهم امهاتهم. انت ما تدرس؟ لا انا اشتغل الى الساعة يعني من الساعة 7 الى الساعة 4، فامهاتهم تقوم بواجباتهم. لو شغلك للظهر؟ الظهر انا احاول يعني ادرسهم. لا والله امهم اكثر شيء. ليش وانت؟ وانا مشغول. الام مو مشغوله في شغل يعني البيت؟ يكون والدتهم يعني ما تشتغل، يعني ربت منزل، فهي تقوم اكثر في واجباتهم تهتم فيهم. انا لانه اشتغلت خبر من الصبح للظهر. اليوم لانك سالتني اليوم درس واحد من عيالي صف اول بس، اما البقايا لا والدتهم اكثر شيء يعني صراحه. المره انت ليش ما تساعدهم؟ ما يمديني يعني وقت العمل. إنزين لو العمل تكمل يعني ويمديك ترجع البيت وتدرس متدرسهم لو لا؟ ليش لا أدرسهم الاثنين أكثر؟ الأم لأني أكثر الأوقات أكون موجودة في البيت. لا يعني بطبيعة العمل شفتات يعني، فما تكون متواجدة أغلب الأوقات في البيت. لو تكون يومياً متواجد تدرسهم يومياً؟ إيه ده أنا موجود وعندي وقت ليش لا؟ طبعاً الأم صراحة الأم. ليش ما تساعدهم؟ أساعدهم بس الثقل الأكبر على الوالدة، يعني هي شال عني الحمل هذا. درستهم أنت؟ معاهد يعني؟ لا أدرسهم بس قليل بس الأم هي اللي شالها. والله أقعد التزاماتنا يعني عقولتنا عمل ما عمل وهذا يعني الشيء طبيعي هذا يعني نشوف إحنا. أحسن. مو تهرب عن المسؤولية ولكن لوقات. أنتوا هالك مقدم من أسواق الحلوى. الله يرحم والديك، مشكورين ما قصرتم.